قمة سان بيترسبورغ بروسيا، هل تنوع إفريقيا من الشراكات؟ البوصلة الإفريقية تتجه نحو موسكو. صحيح هي قمة سان بيترسبورغ هي قمة اقتصادية، لكنها بواجهة اقتصادية، هي النسخة الثانية من هالقمة الروسية الإفريقية اللي فيها حاجتين يضربوا بها عصفورين بحجرة، سواء الأفارقة الدول الإفريقية وإلا روسيا. التوقيت متاحة يخلي الأفارقة والدول الإفريقية وصلت إلى الحد مع الدول الصناعية وخاصة أوروبا، وصلت معاهم للحد، لأن إفريقيا اليوم بلغ فيها السيل والزباء. اليوم الفقر والمجاعة على عينك يا تاجر، الهجرة القسرية من أجل أن يبحثوا على موطأ آمن، الشعوب الإفريقية زاد أكثر وأكثر. اليوم كيف تجي تعداد الدول الإفريقية اللي تملك ثروات باطن الأرض تلقاها كبيرة وكبيرة جدا، مما يجعل هالقارة هذه قادرة باش تكون قوة بديلة في العشرات السنين القادمة إن هي وقفت على رجلها. ولكن شيئا من هذا لم يحصل لمدة عديد السنوات وعشرات السنوات. إفريقيا مستنزفة من قبل الدول الصناعية الغربية. اليوم روسيا في حرب استثنائية في أوروبا مع أوكرانيا، ولكن روسيا تتوصل إلى تنظيم النسخة الثانية من القمة الروسية الإفريقية. بل أكثر من هذا، أن روسيا اليوم قبل ما نجيو للعصفور الثاني اللي استفادت منه إفريقيا وكذلك روسيا، فإنه القمة الروسية الإفريقية هذه جات في توقيت أن روسيا لم تعد تعمل وأوقفت الاتفاق اللي خلي أوكرانيا تصدر القمح والشعير والغذاء إلى والأسمدة إلى إفريقيا وبقية العالم. وعدت روسيا عن طريق رئيسها، قالت لهم راهو أنا باش نعوضكم ونعطيكم بلاش وبأسعار تفاضلية. اليوم القارة الإفريقية اللي هي مقبلة على أنه تزيد في التعداد السكاني على الأقل باش توصل 2 مليارات، اليوم القارة هذه غنية فقيرة. فالعصفور الثاني اللي قد يكون استفادت منه روسيا وإفريقيا هو أنه اليوم إفريقيا تعبت ووصلت، ما عادش تنجم تتعامل مع الاتحاد الأوروبي والقوى الغربية، لأنها وعدت ونصبت عليها أنظمة كانت هي بيدها تستنزف في قواه الشعب الشعوب الإفريقية. القمة هذه تجي في توقيت استثنائي وخطير كيف ما قلنا، لأن العالم ممنوع من التزود بالغذاء بحكم هالحرب وقرار روسيا بإبطال العمل أو إعادة التمديد في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية. ولكن جاء خطاب الرئيس الروسي اليوم بوتين، كيف قال في تحدي للغرب أنه يستطيع أن يعالج هذه الثغرة الغذائية مع الأفارقة. واليوم في الخطاب متاعه في الندوة في المؤتمر الختامي قال اللي روسيا تتضامن مع إفريقيا من أجل تعددية قطبية. هوني مربط الفرس. اليوم روسيا يساعدها أنه تعددية قطبية وتكون عندها منفذ ووجود في إفريقيا الواعدة للغد. ولكن أيضا البلدان الإفريقية من أساسيات العمل السياسي بالنسبة لها والتجاري أنها هي باش تنجم تحاول باش تقطع مع المجاعة وكذلك تعيد اقتصادياتها، أن يكون عندها أيضا شراكة جديدة خاصة مع قوة مثل روسيا. إفريقيا تستنزف ثرواتها، ولكن روسيا اليوم قال بوتين قادرة على تعويض صادرات أوكرانيا من القمح إلى إفريقيا في 3 أو 4 شهور. والرئيس يعلن اليوم في ختام هالندوة أنه بين 25 و50 ألف طن لكل من بلد من البلدان التالية: الصومال، جمهورية إفريقيا الوسطى، إريتريا، بوركينا فاسو، زيمبابوي ومالي.
بوتين أيضا، وأعلنت روسيا هذا من خلال لقاء وزير الخارجية التونسي. تونس أيضا ستستطيع أن تتعامل مع روسيا في مجال الغذاء والقمح والشعير وكذلك الأسمدة بأسعار تفاضلية. اليوم إفريقيا تنتفض أمام المارد الروسي وتحاول أن تضع يدها في يد المارد الروسي اللي هو عملوا له الحرب في أوروبا، فإذا بها أوروبا هي اللي تخسر. توا نشوفوا الدول الصناعية الكبرى اليوم كيف إفريقيا تعاملت مع هذا الدب الروسي. هذا سوف تهز اليورانيوم وكل الثروات إذا كانت نجم تهزها، وإلا لا اليوم ستكون إفريقيا أخرى وسيكون خطاب آخر لإفريقيا. وأحنا قاعدين نشوفوا اليوم كيفاش قاعدة الدول الإفريقية تباعا تحاول أن تعيد علاقاتها مع هذا الغرب الذي استنزفها، ولكن بكل صفة إفريقيا هي في حاجة إلى شراكات متنوعة مع عديد الأقطاب في العالم حتى تكسر هذه الأحادية القطبية المنافقة اللي فيها الحقيقة حرب على الإنسانية وليست خيرا لها. مع فاطمة كراي.